السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أصدقائي. معكم حمزة من قناة ميدزو، ومكملين معكم بشرحنا لمادة الفارماكوجنيسي في مادة السيكند الجزء الثاني. هلا ننتقل إلى نبات الألويز اللي هو الصبار، زي نحن ما بنعرفه ونشوفه بحياتنا اليومية. الصبار له scientific name Alloy Ferox and Alloy Barbadinensis Liliaceae. Alloy Ferox and Alloy Barbadinensis Liliaceae. The constituent بيحتوي على C glycoside and resin. Few crystalline glycoside known as alloween. الالوين بالبريتش فارماكوبيا بيحتوي not less than 70% من anhydrous barbitylene. فهو المين constituent بالالوين هو عبارة عن مادة البارابيليون. اليوز إلو هو عبارة عن بوريجيتيف. نبات المدار روبيا تينكتوريوم روبيسة. روبيا تينكتوريوم روبيسة. contains anthraquinone glycoside mainly روبيريتيك acid yield on hydrolysis alizarin and primeviral. طبعا الكونستيتيوانت أو الكونتين هو عبارة عن anthraquinone glycoside، العائلة تبعه أصلا إنه المدر هو من ضمن الأنثراكوينون، بيحتوي على الروبيريتيك أسيد من اسمها روبيس، وبالهيدروليسيز راح تعطينا أليريزين وراح تعطينا بريميفيروز. هيك بنكون خلصنا من الأنثراكوينون، راح ننتقل إلى النافثاكوينون أند جلايكوسايد. النافثاكوينون هو عبارة عن مادة produced by higher plants، تنتج من النباتات العالية، fungi and acetaminocyte and exhibit a broad range of biological action including fungicidal, antibacterial, insecticidal, phytotoxic, cytostatic and anti-carcinogenic. طبعا إلها استخدامات عديدة، لازم أركز على استخدامات. بيجي إنه مثلا الاستخدامات تبعهم مثلا هي كعائلة بشكل عام أو كمواد بشكل عام، فمنركز على استخدامات النفاكوينون. أشهر نبات موجود عندنا في عائلة النفاكوينون اللي هو الحنة، زي ما بنعرفه ونستخدمه. consist of the dried leaf of Lawsonia inermis lythraceae. Lawsonia inermis lythraceae هو عبارة عن شرب شجيرة. الكونستيتيوانت تحتوي على الكالرينج متر، اهم شيء كالرينج متر، فيها لاوسون من اسمها لاوسونيا. اللاوسون هو عبارة عن هيدروكسي نافثاكوينون، فيها كومارينز مواد المية للقلب، فيها فلافانويد، وبالاخص هو الليتيولين، فيها ريزن، فيها الحنة ثمن اللي هي المواد اللي بتعطي صبغة. الاستخدام اكيد هو عبارة عن dye for the hair، هو صبغة للشعر. بس خلينا نركز شوي على الكونستيتيوانت نوعيتهم، لانه جانا سؤال بالامتحان اعتقد انه استخدامات الحنة. فهي كالرينج متر، لاوسون، فيها كومارين، فيها فلافانويد، وفيها ريزن، وحنة تنين. بس هذا اي اللي بنقدر نحكيه عن النفتاكوينون. راح ننتقل الى الكرومون. الكرومون هو مشتق من، ركزوا على الاسم بالحرف، بنزو واي بايرون. بنزو واي بايرون، هاي شكله البنزو واي بايرون. ليش بقولكم ركزوا على الاسم؟ لانه جاب لنا الدكتور بالامتحان انه يشتق من البنزو الفا بايرون، والطلاب شافت بنزو وشافت بايرون ما ركزت زياده عن الواي فحطت صح. هي غلط، تشتق من البنزو واي بايرون. More complex are the furanochromone, the active constituent of the fruit of Vizsnaga. النبتة اللي راح ندرسها في عائلة الكرومون أو قسم الكرومون اللي هي الفيزناجا، راح نشوفها. هاي هي نبتة الفيزناجا. الفيزناجا إجانا صراحة عليها تجوز سؤالين أو ثلاثة بالسكند. الفيزناجا scientific name لها هي أمي فيزناجا أمبيليفرا، من عائلة الأمبيليفرا، العائلة الخيمية. هي عبارة عن أنال بلانت أباوت من 1 لـ 1.5 كارتفاع، ارتفاعها من متر لمتر ونص. هي عبارة عن أنال بلانت، هي سنوية تطلع مرة بالسنة. تحتوي على الخلن بنسبة 1%، the highest concentration
being reported in the immature fruit accompanied by visnigin. فيو خيلو الجلايكوسايد، فيو فيزناجين عفوا 0.1، فيو خيلو الجلايكوسايد اللي هي 0.3%، ولكن المين كونستيتيوانت هو عبارة عن الخلين. الخلين is a potent coronary vasodilator، هو بيشتغل كفازودايليتر، فهي معلومة ركزوا عليها. الفازودايليتر هو عبارة عن الخلين من عائلة الأمبليفرا، فممكن يجيب لنا ربط انه الفازودايليتر بتكون مثلا في عائلة الأمبليفرا. الانجينا بيكتوريز اند برونكايل ازما بيستخدم في حالات الذبحه الصدريه وفي حالات الربو. هلا بننتقل لاخر نوع اللي هو السابونين والكارديو اكتيف دراج. السابونين هي المواد السابونينيه، كارديو اكتيف دراج هي المواد تستخدم من اجل تنشيط عضله القلب، تسرع عضله القلب. في عندنا 50 فاميلي 400 سبيسيز. الساينتفك نيم او العائلات المشهورة هي عبارة عن كاريوفيليس، كينوبودييس، روزيس، سكولوفوراليس. كاريوفيليس، كينوبودييس العائلة الثانية، كينوبودييس والروزيس والسكولوفولاريس، سكروفولاريس، سكروفولاريس. في عندنا بعض الأمثلة عليها، مثلا الجذور، في عندنا السابوناريا أوفيسيناليس كاريفاليس هذا موجود عندنا في يوروب، في عندنا الكويليا سابوناريا روزيس موجود في ساوث أمريكا. هلا بنعرف شو هاي النباتة. طبعا خواص السابونين تعطينا فوم بالأكويوس سوليوشن زي الرغوة، بيؤدي أو بيسبب هيموليسيس أوف ذا ريد بلاد سيل، بصير في عندنا هيموليسيس تكسير للريد بلاد سيل. السابونين بالهيدروليزز بعطينا السابوجينين، هو هذا الاي اي جلايكون، بعطينا شوجر واورينيك اسيد. According to the structure of the اي جلايكون، حسب الستراكشر الاي جلايكون نحن ممكن نصنفه الى ستيرويدال الى بنتا سايكليك. الستيرويدال سابونين هو عبارة عن تترا سايكليك تراي تيربينويدز، والبنتا سايكليك هو عبارة عن تراي تيربينويد تايب 1-4-1-5، والاثنين بيكون مربوط عندنا الجلايكوسايد لينك على الكربون الثالث. خلينا نشوف الشكل تبعهم. فهي عندنا الستيرويدال سكيلتون، احنا قلنا هي عباره عن تترا اي بي سي دي اربع حلقات، اما البنتا سايكليك تراي تيربينويد تكون عباره عن خمس حلقات بالاضافه الى الاي بي سي دي في عندنا اي. فهي بتكون تحتوي على 30 كربون وهي بتحتوي على 27 كربون. زي ما اتفقنا على الكربون الثالثة بيكون في عندنا اتصال الرابطة الجلايكوسيدين. بالنسبة للستيرويد السابونين أول نوع هو ليس وايدلي، مش منتشر كثير. في عندنا استرافانثس، في عندنا الديجيتاليس أهم العائلات، تحتوي على ستيرويدال أند كاردياك جلايكوسايد، هذول العائلتين. Their relationship to compounds such as six hormones, cortisone, diuretic steroid, cardiac glycoside. ممكن يكون في لهم علاقة بهاي الهرمونات، بالكورتيزون، بالديوريتيك ستيرويد عفوا. لهم استخدام ايضا starting material for the synthesis of this carbon، هي المادة البدائية لحتى نصنع منها الهرمونات كورتيزون، ديوريتيك، الكاردييك وايلاتي. يعني هاي الاستخدام بشكل عام للستيرويدال سابونين. في عندنا نبات الفينوغريك سيد. الفينوغريك سيد يعتبر من الستيرويد السابونين، هو نبات الحلبة. ترايغونيلا فينيوم غريكوم ليجومينيس، ترايغونيلا فينيوم غريكوم ليجومينيس من العائلة البقولية. ستيرويد السابونين ديوزجينين، هاي الستيرويد السابونين كثير مهم، ديوزجينين. فيو فيكست اويل، فيو ميوسيلج، وفيو بروتين. الاستخدام تبعه از اسبيس سبايس بهارات. فهي عندنا لازم نلاحظ انه ديوسين هو الجلايكوسايد بشكل عام اللي هو الستيرويد السابونين، اما الاي جلايكون منه اللي هو ديوسجينين. فالديوسجينين هو ستيرويد السابونين سابوجينين، اما ديوسين هو الجلايكوسايد بشكل عام. السارسابريلا روت هي عباره عن جذور السارسابريلا. الساينتفك نيم، في عندنا ثلاث انواع من النباتات. بالمكسيك بيسموها سميلاكس اريستولوكيافوليا، وبالهندوراس بيسموها سميلاكس ريجلي،
وبالإكوادور بسموها سميلاكس فيبريفيوجا، وكلهم بينتموا إلى عائلة الليلياسة. الكونستيتيونت هي عبارة عن ستيرويد السابونين زي ما بنعرف، إنه هي تحتوي على ستيرويد السابونين. تو ايزومريك جينين ار نان اسماليجينين وسارسابيجينين. هاي الاسماليجينين جاية من السمالكس ساينتفك نيم خلينا نربطها، والسارسابيجينين اللي هو من سارسابريلا فو. السارسابونين the principal crystalline glycoside of Smalex aristolochiafolia was first isolated from Smalex rigida. طبعا السارسابونين مستخلصة من النبتتين الأولانيات اللي هي Smalex aristolochiafolia، واللي هي أصلا استخلصوها من نبتة Smalex rigida. السارسابونين بالهيدروليسيس بعطينا السارسابوجينين وثلاثة جلوكوز وواحدة رمنوز. ركزوا على النسب، ثلاثة جلوكوز هي جتنا لأنه سؤال بامتحان، ثلاثة جلوكوز وواحدة رمنوز. اليوز نستخدم كفيهيكل in non-alcoholic drink، نستخدمه كفيهيكل. The genine are used in partial synthesis of cortisone and other steroids، يستخدم في صناعة الكورتيزون، إنتاج الكورتيزون والاستيرويد. نيجي لنبتة الجينسينج. الجينسينج هو عبارة عن نبات ساينتفك نيم إلو باناكس جينسينج أريلياسة وباناكس كوينكوفوليوم أريلياسة. بالنسبة للكونستيتيونت لهاي النبتة فيها الجينسينوسايد زي اسمها جينسينج، جينسينوسايد RO RA RB1 RB2 إلى آخره. فيها باناكسوسايد، باناكس من اسمها، باناكسوسايد A B C إلى آخره. الباناكسوسايد بالهيدروليسيس بعطينا أوليونيليك أسيد، بعطينا باناكسودول and باناكسيتريول، باناكس ديول وباناكس تريول. mixture of steroidal and pentacyclic triterpenoid سابونين ستيرويل فيتامين of the D group فلافونويد وأمينو أسيد. طبعا هي خليط تحتوي الجنسين، خليط من المواد الستيرويدال سابونين وبنتاسايكليك سابونين، فيها فيتامينات دي، فيها فلافونويد، فيها امينو اسيد، فيها ستيرول. اليوز الجنسينج في منطقه اسيا بيستخدموه في علاج الانيميا والديابيتس والجاستريتس والسيكشوال امبوتنس، سيكشوال امبوتنس. أما بالنسبة في الويست for the improvement of satinia concentration and resistance to stress and to disease، بعض الأمراض بيستخدموا الجنسين. هيك بنكون خلصنا من الستيرويدال سابونين. نيجي للبنتاسايكليك سابونين. The سابونين is attached to the chain of sugar or uronic acid unit or both often in three positions، زي ما اتفقنا أن الرابطة بتكون بالجلايكوسايد على الكربون الثالث. ترايتربينويد سابونين اللي هو البنتاسايكليك may be classified into three group، ممكن صنفهم الى ثلاث انواع: الفا امايرين، بيتا امايرين، والليبيول. هاي الشكل او ستراكتشر للالفا امايرين والبيتا امايرين والليبيول. اول نبتة في البنتاسايكليك اللي هو الكويليا بارك، لحق الكويليا. The dried inner bark of Quillia sabonaria rosea. Quillia sabonaria rosea. بيحتوي على mixture of sabonin on hydrolysis yield the principal sabogenin guaiac acid and gypsogenin together. يعني السابونين اللي موجود عندنا في Quillia bark راح يعطينا guaiac acid من اسمها Quillia، راح يعطينا gypsogenin with sugar طبعا بالإضافة للسكر. يورينيك أسيد بيعطينا أسيل مويتز، بيعطينا 10% سابونين، شوغر، ستارش and كالسيوم أوكساليت. الاستخدام له هو عبارة عن إيمالسيفاينج إيجنت. الليكوريش روت اللي هو عرق السوس، الساينتفك نيم له جلاسيريزا جلابرا ليجومينيس، جلاسيريزا جلابرا ليجومينيس. هاي عندنا عرق السوس. constituent glycyrrhizin
لكويريتين ايزولكويريتين اون دراينج بعطينا لكويريتين ولكويريتجينين وايزولكويريتجينين. فيه 5 إلى 15% شوجر جلوكوز وسكروز، ايضا احفظوا شو هو الشوجر الموجود فيه جلوكوز وسكروز. فيه اسبارجين، فيه فولاتايل اويل، فيه بيتا ايزوستيرول، بيتر برينسيبل اللي هي جلايسيرامارين، هاي الاستراكشر للجلايسيريزينيك اسيد. اليوز له كفلافرينج ايجنت، ديمولسنت اند مايلد اكسبكتورانت. في الريموتايد ارثرايتس هي جانا سؤال بالامتحان، ادينسون ديزيز، فلافانويد، سباسمولايتيك اند انتي السرينج السيروجينيك اكتيفيتي. فالفلافانويد اللي موجود فيه له استخدام سباسمولايتيك اند انتي السيروجينيك اكتيفيتي، مضاد القرحة يعني. سينيغا روت هي عبارة عن البوليغالا سينيغا بوليغاليس، بوليغالا سينيغا بوليغاليس، بيحتوي عن من 6 إلى 12% تراي تيربينويد سابونين زي ما بنعرف، لأن هو بينتمي إلى قسم البنتا سايكليك. اليوز إلو ستيمولانت اكسبكتورانت ان كرونيك برونكايتس.